صباح الخير من جديد، واهلا وسهلا فيكم بمحطتنا الحواريه الثالثه يلي بدنا نحكي فيها اليوم عن مبادرات عديده عم تكون اليوم بالمجتمع السوري، سواء هاي المبادرات كانت فرديه او جماعيه او تنمويه او مجتمعيه او مبادرات شبابيه. دائما الهدف منها تقديم الخير والابتسامه والضحك الحلوه ممكن يكون لكبار السن او للصغار او لكافه مستويات العمريه الموجوده اليوم بالمجتمع السوري، وممكن كثير يكون هدفهم هو تمكين الشباب السوري للدخول لسوق العمل. تفاصيل كثير عديده رح نشوف، ومبادرات عديده كانت موجوده بفريق امازون التنموي المجتمعي اليوم الموجود على الارض وعم يكون فعال بكل مرحله زمنيه معينه. تفاصيل اكثر رح يكون معنا المهندس ريان يونس. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. كيفك اليوم؟ كله تمام الحمد لله. تمام، اهلا وسهلا فيك ريان. وايضا اسمحوا لي اقول صباح الخير للكوتش زينب حسن، اهلا وسهلا فيك. اهلا، يسعد صباحك يا رب. اهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية أي حدا عم يشوفنا أكيد بيكون عنده شغف ومعرفة أو حب حتى يتعرف اليوم على فريق أمازون التنموي المجتمعي. مين أنتو؟ كيف بلشتوا؟ وشو الهدف اليوم من تكوين هذا الفريق؟ هلا إحنا بشكل عام عبارة عن فريق تطوعي، مجموعة من الشباب السوري القادرين على العطاء والتفاعل والمشاركة الاجتماعية بعض من النشاطات يعني الموجودة بمجتمعنا، بتستهدف عدد من الشرائح بهالمجتمع. تمام. ايمت بلشتوا زينب؟ هلا نحن بلشنا 24 تموز 2019، يعني تقريبا بعد كم يوم رح نكمل السنه بانطلاقه الفريق. ما رح تعملوا حفل سنوي او ذكرى سنويه؟ لازم اكيد ان شاء الله، انه هي اول سنه بنكون كلنا سوا هيك مع بعض. هي اللي كان تاسيس لرساله شاب سوري طموح حب يخدم بلده ويقدم لبلده، هو الكوتش علي عبد اللطيف. نقدم له كثير تحيه، هو شخص قدم خدمات كثير بالمجال المجتمعي والتنموي، وما بننسى اكيد الاب الروحي الكوتش الدولي سائر عزيز الحداد يلي استفدنا كثير من خبراته. تمام. قد ايه عددكم اليوم ريان تقريبا بهذا الفريق؟ هلا احنا بنملك تقريبا من 100 ل 150 متطوع موجودين. مقسمين على 6 فرق تطوعيه، وعندنا 3 كوادر، عندنا كادر تخطيط وتنظيم، عندنا كادر اعلامي، وعندنا كادر علاقات عامه، غير ال6 فرق التطوعيه. تمام. انتم من انو اختصاص موجودين اليوم بالفريق؟ هلا احنا تقريبا مسؤولين الكادر الاعلامي. كادر الاعلامي خلينا نقول. طيب الكادر الاعلامي دائما يعني بيكون عنده مهمه كثير كبيره، لانه هو بده يعلمنا عن كل خطوه صغيره بيقوم فيها الفريق. طيب اكيد لكان عندكم مبادرات عديده، واكيد نحن رح نشوف هلا صور مع بعض لمبادرات عديده كانت لفريق امازون. نبدا باول مبادره قام فيها فريق امازون. هلا اول مبادره كانت هي مهرجان فرح الطفوله الثاني، كانت عباره عن 5 ايام بالتعاون مع مديريه الثقافه. اخترنا مجموعه من الفريق عندهم اهتمام بالمجال الثقافي، نظمناهم وزهنا على كذا مجموعه حتى ينسقوا النشاطات اللي رح يقوموا فيها مع الاطفال. كان في مسرح العرائس، كان في مسرحيات، اضافه لشطرنج ورسوم، وعملنا اخر شيء بنهايه المهرجان حفل قام فيه الفريق، حفله غنائيه وختام للمهرجان. بعد مهرجان فرح الطفوله الثاني كان عندنا مبادره فرحه قلب، اللي هي كانت تشرين الاول 2019. كانت زياره لمشفى تشرين الجامعي قسم الاورام. كانت مبادره دعم نفسي لاطفال مرضى السرطان. عملنا قبل كم يوم من الروح على المشفى، طبعا هي كانت عباره عن 3 ايام، شويه نشاطات ايدينا يعني صنع ايدينا، ورقيات وشويه العاب للاطفال. رحنا قدمنا الدعم النفسي نخفف عنهم الالم اللي عم يعيشوا فيه ويحسوا خلال الجرعات اللي عم ياخذوها. عملنا نشاطات، لعبنا مسابقات، واخر شيء كمان وزعنا هدايا للاطفال. تمام. باقي المبادرات ريان؟ هلا مبادرتين لسه كمان. هلا بعد على طول في مبادره علم وعمل لتمكين الشباب السوري، هي كانت يمكن بجامعه تشرين. بجامعه تشرين بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبه سوريا فرع جامعه تشرين، حضرت تقريبا من 500 ل 700 طالب، كانت كمان تقريبا مدتها 3 ايام. هي كانت عباره عن ندوات تعليميه مجانيه لتنميه المهارات لسوق العمل. اهم المواضيع والمحاور اللي تم طرحها بهي 3 ايام لطلاب الجامعه شو كانت ريان؟ تقريبا هي بشكل عام كانت مهارات عامه، كيف بيقدروا يدخلوا سوق العمل، السي فيات، طريقه التعامل، الاخذ والعطاء، كمان دعم ثقه بالنفس، اعطاء ثقه بالنفس يعني بشكل عام، وكمان مشان يخلوا في روح الفه
بالنهاية غنينا وحكينا كمان مقولات ودعمنا فيها مقولات للسيدة الأولى، وكتبنا تقريبا كل حدا حضر كتب كلمة لإله بورقة كبيرة كتير علقناها عنا بالمركز يعني مقر الفريق. حلو. طيب قديش هذا الشيء بالفعل، يعني أنا هلا أكيد كل المبادرات لها تأثير كتير كبير، ولكن يمكن هي الشريحة الأكبر يمكن اللي تعاملته مع زينب يعني طلاب الجامعات، صح؟ تماماً. كيف كانت ردود الفعل؟ يعني قدي اليوم عن جد كان في بصمة خلينا نقول مميزة بهاي المبادرة بالذات، لأنه بتخص طلاب الجامعة، واليوم تعرفي يعني وكلنا مرقنا بهاي القصة، يعني تماماً. طالب الجامعة اليوم أحياناً بيكون ضايع، مو احيانا يعني دائما ضايع، يعني ما بيعرف شو بده، يعني نظره المجتمع له، اهله بده شيء، هو بده شيء، بيكون يعني في تشتت بالافكار خلينا نقول، ما بيكون عنده مستوى وعي او مدرك تماما شو بده، فهذا الشيء قديش بيوجهه بيحطه على الطريق الصح. يعني احنا هي تقريبا هي رساله اساسيه بالفريق، وخاصه انه احنا موجهه تجاه الشباب الجامعي، وبالمبادره علم وعمل بالجامعه كثير ركزنا على هذا الشيء من خلال الندوات اللي قدمناها، انه هدفنا تمكين الشباب لحتى يطلعوا كل الامكانات اللي عندهم ويوجهوها بطريق الصحيح لحتى يدخلوا بسوق العمل بكل اريحيه. كمان في شغلات تانية، مو بس مبادرات بالجامعة، يعني المبادرات اللي عملناها بدار الأيتام، دار العجزة، حتى بدورها بتنورها آخر شيء يلي كان في إعادة تدوير لحد شوارع مدينة اللاذقية بدوار الزراعة، كتير ركزنا إنه على روح التعاون موجودة بين الشباب لحتى يصنعوا شيء يتركوا فيه بصمة موجودة بالمجتمع. حتى وقت تتعاملتوا مع الشباب والطلاب الجامعة ريان، قدي لقيت بالفعل كل شخص اليوم بيمتلك مهارة، ولكن نحن بحاجة لحدا يكتشف هاي المهارة وينميها؟ تقريبا 95% من الشباب هيك. 95% بالشباب لما تحكي معه هو عنده وجهة نظره، هو مغلق على حاله انه هو انسان عادي، ما عنده موهبة، عادي جدا مثله مثل غيره. لكن لما ينعطى الجو المناسب والناس اللي حواليه يكونوا داعمين له، بيطلع منه مواهب هو نفسه بيتفاجئ فيها اوقات انه عنده اياها. وتقريبا هلا من ال 150 متطوع ما في ولا واحد منهم الا وصارت معه هي، ومني انا بالذات يعني عم بحكي، انا كمان اكتشفت عن حالي شغلات كتير ما كنت مكتشفه عن حالي قبل، وقدرت اطورها ونميها من خلال مثلا خبراتي مع الشباب او خبراتهم هن بيعطوني بيساعدوني بمواضيع مثلا هي مثلا عمول هيك سوي هيك، اكتسبت منهم خلفيه عن طريق بعض الاحيان النظر فقط، بتطلع بقول ايه انا كمان بقدر مثلا اعمل هيك، بجرب بشوف. يعني مثل حتى مثل مبادرة دورها بتنورها، كتير شباب ما كانوا ما بيعرفوا انهم بيرسموا، يعني بلش الابداع فجأة وطلع رسما رائع ودقيق وحلو. يعني فكتير شغلات بعض الاحيان ما بتكتشفيها الا لما تنزل على الارض الواقع والطبقية وتلاقي حدا عم بيدعمك من وراك فيها، صح؟ خصوصا بوجود فريق، يعني بالفعل نحن وقت منلاقي هاي الصور وهاي التجمعات الحلوة، اكيد كل حدا فينا هيك مر بمرحلة عمرية بيكون عنده هاي الشلة او هاي المجموعة. يعني بالفعل انه اليوم وجود فريق اولا يعني بتعطيك هيك شيء من السعادة، شغلة تانية انه بيهون عليك الشغل، يعني قد ما كان الشغل صعب انت ما بقى بتلاقي على العدد الكبير، يعني بتضيع القصة. المبادرة الاخيرة لكم كانت زينب؟ اخر مبادرة هي كانت مبادرة عن فيروس كورونا. أول شيء كان مبادرة إلكترونية، بتعرفي فترة الحجر ما كان فيها حدا يطلع برا البيت، فكان مبادرة إلكترونية عملنا هاشتاج خليك بالبيت ورا على النوافذ على الشبابيك، بالإضافة لخليك إنساني لا تكون أناني، كانت مشان التجار لأنه حاولوا فترة يرفعوا كتير من الأسعار، خليك واعي وخليك قد المسؤولية كمان مشان التعقيم والحفاظ على صحتنا وسلامتنا. لما صار الوضع شوي مستقر نوعا ما نقدر نطلع شوي برا البيت، رحنا على منطقة الدعتور ووزعنا بروشورات لحتى توعوية أكتر مشان إجراءات الصحة. بعدين قبل ما يفتحوا الجامعات يعني بعد عيد الفطر، كان في مثل مشاركة مع مديرية الصحة بالمعهد الفندقي، حملة تعقيم مشان سلامة الطلبة لما بدهم يرجعوا يداوموا تاني مرة، فكنا نحن كأننا دور بأنكم موجودين لحتى ننظف المعهد الفندقي وإجراءات التعقيم والوقاية.
تمام. حتى زينب، يعني حضرتك اليوم داخل اختصاص رياض اطفال، خلينا نحكي كمان عن الدعم النفسي المهم جدا بهي الظروف اللي عم نعيشها بصراحه، يعني خصوصا اطفالنا. هلا نحن الكبار عم نتاثر، فما بالك طفل صغير مثلا ما عم يعرف شو عم يصير. يعني قد ايه مهم اليوم تقدموا انتم كفريق الدعم النفسي للاطفال وتشرحوا لهم يعني بنسبه معينه شو عم يصير بالبلد. تماما. هلا نحن لشريحه الاطفال كان عندنا كذا مبادره ركزنا فيهم على الدعم النفسي لهم، من بيناتهم ذكرت مبادره فرحه قلب، كان في عندنا نشاط لدار الايتام. يعني صدقا اللي عايشينه كثير صعب، فنحن حاولنا ندخل ندخل بصمه فرح، نحس انه هن موجودين بالحياه وحلوه الحياه وانه كل الناس حواليهم، حتى يتعلموا اكثر، يصير في يكسروا الحاجز بين الافراد الثانيين ان كان من اقرانهم او اكبر منهم. فدار الايتام وفرحه قلب كثير دعمنا نفسيا للاطفال بهدول المبادرتين. طيب القسم الاعلامي ريان اليوم قديش مهم يكون موجود؟ بصراحه لا، هو صار موجود بكل مجالات الحياه، واليوم نحن يعني عايشين عصر السوشيال ميديا طبيعي. والانترنت خلينا نقول، قديش مهم يكون بكل فريق بكل جمعيه بكل مبادره قسم اعلامي يوثق؟ يعني اليوم الصوره والفيديوهات والبروميات يعني هي لحظات توثيق كتير حلوة لكل لحظة عم تمر فيها أو عم يمر فيها الفريق. طبيعي. هلأ فينك تعتبريه من أهم الكوادر الموجودة بأي فريق، إن كان تطوعي ولا إن كان شركات ولا إن كان أي شيء، هو ده اللي يعني فينك تقولي بيعمل الدعاية أو البروباغاندا للفريق، هو اللي بيوضح صورته، هو اللي بيوضح مبادئه وطريقة تعامله، هو اللي بيوضح وين رايح وين جاي. يعني احنا كفريق اعلامي مثلا انا والانسة زينب المسؤولين تحتنا تقريبا في 23 ل 24 عضو، من هالاعضاء مسؤولين عن صفحاتنا بالسوشيال ميديا فيسبوك تيليجرام انستغرام، ناخذ منهم وبيعطونا. هلا تقريبا اجانا من الفيسبوك متطوعين يعني فوق ال 200 ل 250 متطوع فقط عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يعني وحابين يخدموا وبيعطوا تفاصيلهم كامله، انه احنا بس حابين نقدم شيء. والانستغرام في دعم ما طبيعي بالتعليقات للصور اللي بتنزل، وعندنا بقناه التليجرام كمان بننزل كتيبات مثلا عن معلومات ثقافيه، معلومات اجتماعيه، بننزل كتيبات بسيطه. فيعني كل بلاتفورم أو كل منصة فيهم عندها تخصصها، وإحنا كتير نؤمن بشغلة التخصص. يعني طبعاً. بشكل عام بنحب نوزع على الجميع، يعني حتى إحنا ضمن فريقنا بالسوشيال ميديا عندنا مثلاً شباب بيفهموا بالتصوير أو بالفوتوشوب، إذا في عندنا مثلاً بالكادر شخص عنده موهبة مثلاً بالمتابعة بس ما عنده موهبة بالفوتوشوب أو بالتصوير، بنساعدوا بعضاً، بيوقفوا مثلاً هذا بيعلم هيك أو بيعطيها مثلاً كورس أو تدريب بسيط أو أمثلة، مشان الكل هيك هيك داخل أنت كتطوعي تكتسب من خبراتهم وتعطي بنفس الوقت. حلو. بالفعل يعني التخصص شيء كتير مهم، وخصوصا وقت بيكون فريق عدده كبير خلينا نقول وقادرين تخصصوا. يعني اليوم فريق اعلامي، فريق له علاقه بشيء محدد، علاقات عامه، فريق مثلا بيبقى بموقع العمل، فريق بينزل على ارض العمل، يعني هذا الشيء كتير كتير مهم بالفعل. طيب خلينا نقول كمان زيارتكم لدار الايتام زينب، يعني كمان التعامل مع الكبار دائما بيقولوا انه مثل الصغار، يعني كل ما كبر الانسان بيرجع طفل صغير. يعني تماما. قديش كمان كان حساس وهيك يعني قريب للقلب خلينا نقول. يعني لما نزلنا وقتها على دار الرحمه بصراحه تحسي انه بتتعلمي منهم، بتكتسبي كثير منهم خبرات، وهن عايشين فتره منيحه كثير. يعني اجيال فيك تقولي فيك اكبر مننا، فمارين في منهم بجيلين مكتسبين خبرات، كل حدا يحكي لنا قصته. فاخر شيء لما ختمنا الزياره كل حدا فيهم اعطانا رساله انه خدوا نصيحه اشتغلوا فيها. صدقا الرسالات اللي تركونا اياها اثرت فينا، دعمتنا وعطتنا دافع لقدام لحتى نشتغل عليها. يعني كل حدا فيهم ترك رسالة وبصمة. تمام. حتى يعني في مثل بالعامية بيقولوا اللي ما عنده كبير بالعيلة يحط حجر كبير. تماما. هن الشريحة الأساسية بالمجتمع. تماما. صح. طيب خلينا نحكي بهذا الفريق ريان، شو الاختصاصات الموجودة اليوم معكم؟ يعني هلأ شباب
فئة عمرية شبابية خلينا نقول. صحيح. هل هن الكل مثلا خريجين متخصصين او ممكن يكون طلاب جامعة او ممكن كيف الوسيلة اليوم حدا ينضم لكم كمان غير الفيسبوك يعني؟ هلا طبيعي احنا عندنا احنا مستهدفين بشكل عام فئة الشباب، لكن عندنا الفئة العمرية تقريبا من 18-19 سنة لل 30 سنة تقريبا، اي حدا حابب يعطي لبلده، حابب يفيد ويتفاعل ويكتسب خبرات بنفس الوقت فينه يتطوع ويشترك معنا. احنا خلفيتنا عنا من جميع الخلفيات، عنا اللي معه شهادات وعنا اللي ما معه، عنا هندسات، عنا شباب متخرجين، عنا شباب لسه عم يدرسوا، وطبعا شباب وصبايا بشكل عام يعني. فيعني عنا احنا تقريبا من كل شيء، هندسات بأنواع، آداب بأنواع مثلا كتخصصات أو كشهادات علمية. وبنفس الوقت عنا مدربين، يعني عندنا مثلا أبونا الروحي هو مدرب دولي تقريبا، الكوتش سائر حداد. فيعني جمع احنا كشباب وحطنا تحته وخلانا بروح ألفة ومحبة، لأنه ما نحكم على الشخص مثلا بشهادته أو غير ما عنده، اللي حابب يعطي أو أدران يعطي فينه يدخل معنا وفينه يبدع أكثر من اللي موجود ممكن قبله أو متواجد قبله، لأنه هو عنده فكرة وحاب يعطيها. احنا فريقنا بنسمع من جميع الأفكار ومن جميع الأعمار، ما بنستصغر حدا أو ما بشكل عام بنقول والله هذا مثلا لازم بس نسمع كلامه أو هذا أشطره، لا، احنا بناخذ من جميع الأفكار، بنجمعها بنطبقها وبنحاول مثلا نناقش فيها نشوف شو الأفضل ونطبقه على الجميع. زينب، ثقافة التطوع اليوم يعني درجة كتير والشباب عن جد عم يحبوها، قديش مهم نزرع هاي ثقافة التطوع من الصغر يعني من الأطفال؟ يعني اليوم نحن بالفعل عم نلاقي شباب سوري كتير عم نسمع بمبادرات تطوعية وشباب عم يتطوع شو ما كان اختصاصه، بيقول لك من موقعي أنا قادر أقدم شيء يعني حسب خبرتي. خلينا نقول قديش مهم نزرع هاي الثقافة مع الأطفال، يعني نعود الطفل على هاي القصة أنه يعطي، لأنه بتعرفي دائما الطفل كلاتنا بنعرف وقت بنتعامل مع الطفل دائما بحب ممتلكاته خصوصياته، ما دائما بحب يعطي، صح؟ تماما صح. هلأ الأطفال أكتر شيء لازم تحديدا بعمر الروضات كتير لازم نركز عليهم على شيء تطوعي، شيء إنساني يقدموا ويتعاون، يكون في روح التعاون، روح الألفة بين بعض، يحاولوا يتعلموا كمان من بعض، يعني يشوف حدا رفيقه انه عنده شيء فانه ما يكون عنده شيء اناني، لا، انا بتعاون معه بتطوع بساعده بكتسب منه وبساعده كمان بنفس الوقت. فما بالك كمان فئه الشباب الكبيره يلي هن شيء اساسي يكون عندهم هذا الشيء، نوع تطوع لحتى يكتسبوا ويقدموا للبلد كمان. طيب كمان اليوم كتير مهم ريان وزينب يكون عنا شيء له علاقة بالتواجد بالمحافظة وخارج المحافظة. خلينا نقول فريق أمازون اليوم موجود حصرا بمحافظة اللاذقية ولا لا؟ ممكن في فكرة أنه ننتشر أكثر وفي يكون توسع أكثر بباقي المحافظات، شو رأيك ريان؟ هلأ مستقبلا أكيد طبعا في فكرة، هلأ احنا بدأناها لأنه احنا كنا شباب بمحافظة اللاذقية، فحبينا نقدم أول شيء لمحافظتنا ونشوف التفاعل من الشباب الموجود، لنخلي أساس الشباب يكونوا من محافظة اللاذقية وننتشر باقي المحافظات. طبعا يعني في فكرة طبعا بإذن الله قريبا بإذن الله، طبعا إجباري بإذن الله، بس بعد لا تنتهي بقى إن شاء الله جائحة كورونا، إنه هلأ إحنا واقفين حاليا يعني وقوف بسيط، بس إن شاء الله طبعا رح نكمل بإذن الله. تمام ان شاء الله. زينب، الخطط المستقبليه عم تحضروا لشيء مبادرات جديده اليوم؟ هلا حاليا بسبب مثل ما حكى ريان انه في جائحه الكورونا فموقفين شوي نشاطات ومبادرات، عم نكتفي بالانشطه الرياضيه اللي عم نقوم فيها نحن بالفريق، فان شاء الله بس هيك يستقر الوضع رح يكون في شيء ورح يكون سوربرايز لكم كمان ان شاء الله. ما بدها تحرق القصه سوربرايز بس هي اكيد بالاساس نحن رحلتنا رحله تمكين شباب، اكيد وان شاء الله رح نطلع برا محافظه اللاذقية ان شاء الله. ريان، كلمه اخيره لحضرتك لكل حدا عم يتابعنا اليوم، شو بتحب هيك توجه له رساله؟ بحب اوجه له رساله انه اذا عندك شيء تعطيه او حابب تعطيه فريقنا احنا موجود وجاهز ليدعمك ويوقف جنبك، وإن شاء الله سوا نحقق كل شيء إن شاء الله. زينب، في كلمة للسيدة الأولى سيدة الياسمين، أنه نحن بلدنا مو بس نحبها وبس، نحبها ونعطيها، فأنت حب بلدك وعطيها مثل ما جيشنا وشهداءنا قدموا لها البلد وعطوهم وروحهم ودمهم. أكيد كل حدا فينا أكيد قادر يعطي.
لهيك كل التحية لكم، كل التحية لكل الشباب السوري اللي عن جد عم يعطي بهي الظروف الصعبة، عم يعطي من قلبه لو كان بقدر صغير حسب اختصاصه، ولكن عم يحب يعطي أكيد لهالبلد. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم زينب حسان، أهلا وسهلا فيك مع حفظ الألقاب الكوتش طبعا، والمهندس ريان يونس شكرا كثير لكم، وكل شكر لكل الفريق والكادر اللي معكم اليوم بكل الاختصاصات، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. شكرا.